الكرام، النهاردة بنكمل موضوعنا عن البطاطس، تمام؟ وقلنا مقومات النجاح في البطاطس، مقومات النجاح عشان تطلع محصول كويس. قلنا بمقومات النجاح هنا بتشتمل على التربة، واتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات، وبنتكلم على ماء الري. ماء الري يا جماعة المهم باختصار ما يكونش عالي قوي، وخصوصا في الري بالرش، تمام؟ انت لو رحت على شركة جديدة كده وعايز حضرتك هتروح، حتى لو ما فيش البير مش شغال، بيقولوا لك استنى شوية عشان لسه هنجيب الحاجة، وانت مأجر طبعا ومستعجل، هتجيب ازازة وتنزلها في البير كده بخيط، تاخد عينة من المية وتطلع تحللها وتشوفها. طيب هتطلع كام؟ لو هتطلع 1 ملي موز ما فيش اي مشكله خالص، اللي هو بيساوي 640 بي بي ام، تمام؟ ما فيش اي مشكله خالص، تمام؟ دي تنفع، والميه بتاعتها تكون كويسه جدا 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 اذا كانت التربه كويسه. عندنا حاله يا جماعه دايما الجماعه بتوع الاراضي بيقولوها دايما، هي ايه الحاله ده؟ هي بقول لك ايهما افضل، ايهما افضل؟ انا عندي ارض عزبه، ارض عزبه ماشي، وعندي ارض ملح، تمام، وعندي ماء مالح، وعندي هنا ماء عذب. طبعا الميه المالحه دي بنروي بها الميه العذب، الارض العذب، والماء العذب ده بروي به الماء المالح. ايهما افضل؟ طبعا ده هي. ليه؟ لان الميه العذبه مع الميه مع الارض المملحه هتغسل، وخصوصا لو كانت خفيفه القوام. اما ديت مصيبه سودة، لان هي كل مره بتضيف لي مستوى للاملاح. انت بتضيف سوليوشن ميه بملح، الميه بتتبخر وبيفضل لي هنا مستوى للاملاح بيعلى ريه عن ريه، وبالتالي دي خطر جدا ولا ننصحش بيها خالص، تمام؟ ده اللي عايز اقوله لحضرتك. يبقى يوم افضل ان انا اروي بماء مالح لارض عذبه، ولا ماء معذب الارض مالحه؟ لا طبعا الماء العذب لارض مالحه افضل من ماء مالح لارض عذبه، تمام؟ ده بس اللي نتكلمه في مشكله الاملاح يا جماعه. ان انا لو عندي بيفوت كده وبنروي ري بالرش، هياثر لي على المجموع الجذري، والميه كمان نازله على فين؟ على النمو الخضر، فبالتالي في مشكله هنا. المشكله هنا بقى في ايه؟ على حاجتين، على النمو الخضري وعلى النمو الجذري، التاثير. فبنحاول في الارض قد تعلى قد تزيد الملوحه شويه في ميه الري، بس لما نقول 640 توصل ل 800. بس خدوا بالكم يا جماعه، الاملاح احنا مشكلتنا معاها ان احنا مش عارفين يعني ايه، عايزين ندرسها كويس. بمعنى وهنتكلم في حاجه عن هنتكلم في الاملاح بعد كده. ال 800 دي بي بي ام، دي 800 بي بي ام، دي بارت بير مليون، تمام؟ دي مش هي يعني المعضله، لا، نوع الملح. لان نوع الملح ده يا جماعه قد تكون الاملاح كلوريد، قد تكون كربونات، بيكربونات، في مشاكل كتير. ففي املاح لها مشاكل كثيره، وفي املاح قد نتماشى معاها والتاثير بتاعها هيكون قليل. ولكن يعني لو عندك المجموع الكلي للاملاح 800، في اراضي يشترط، في اراضي رمليه، رمليه عشان الغسيل بتاع الاملاح ديت رقم واحد، طريقه الري بتبقى تنقيط، لان الري بالتنقيط بيعمل على تخفيف برضو العبء بتاع الملوحه اللي نازل على النبات. ف 800 تنفع بس في الحاله ده هي، تمام؟ بالنسبه للبطاطس ري بتنقيط وارض رمليه مفتوحه القوام، مفيش اي مشكله خالص فيه. غير كده ري بالرش لا، ما بننصحش ان هي تزيد عن كده. 640 كويس، 650 ممكن نوصل لل 700، ها نبلعها مفيش اي مشكله خالص، تمام؟ ولكن قد تتاثر الانتاج شويه. المهم بنتكلم بعد كده عن عمليه التقاوي. التقاوي يا جماعه باختصار شديد بتجي لنا من مصدرين، مصدر محلي ومصدر مستورد. المستورد دايما بيكون من الاتحاد الاوروبي، وعلى راسهم انجلترا وفرنسا، وطبعا رقم واحد هولندا، تمام؟ المستورد ده هو
ايا كان، عشان ما تاخدهاش علي، ايا كان المستورد بيجي لنا في شهر 12 ماشي، بنزرعه في 12 واحد اللي هو ديسمبر وما ويناير، تمام؟ بنزرعه في ديسمبر ويناير. بعد كده ايه اللي بيحصل عندي؟ بعد كده يا جماعه بيحصل عندي ان انا زرعت بحصد في مايو، حصدت في مايو، تمام؟ حصدت انا في مايو، ايه اللي بيحصل بعد ما بحصد في مايو؟ قلنا التقوي جاتلي في 12، زرعنا في يناير او في ديسمبر زراعه اهو، حصاد في مايو، الحصاد في بتاع في مايو ده هيكون لي ايه؟ هيكون هيروح فين؟ هيروح في ثلاث طرق. الطريقة الأولى مصانع تصنيع، وأهيانا من التصنيع والمصانع والتعاقد، دول عندهم الروزيتا وعندهم الهرمس، تمام؟ طيب وبعد كده، بعد كده في شوية اسمها التقاوي، هناخد تقاوي، تمام؟ طب وبعد كده في هنبيع، بيع في السوق اللي هي البطاطس الصيفي، العروة دي صيفي، تمام؟ هنبيع، نبيع اللي هي الايه؟ بيع المائدة. طيب بالنسبة لبيع المائدة بقى يا جماعة، التقاوي دي احنا عندنا اربع مقاسات، عندنا مقاس 28 ل 35، وعندي 35 ل 40، وعندي من 45، من 35 ل 45، وعندي من 45 ل 55، وعندي اب او اكبر من ال 55، تمام؟ اللي في التقاوي اللي احنا عايزينهم ده، هم دول افضل حاجه، تمام؟ طيب وال 45 اللي فوق ال 45 لا يتباع، ليه؟ لانه في التقاوي مش مرغوب معايا، لانه هياخد كميه كبيره والعدد كمان هيكون قليل، بمعنى عشان تفتح في الحته دي، بمعنى يا جماعه، بمعنى ان انا عندي الخمسه عندي مثال مثلا 28 ل 55 ل 35، تمام؟ دول الدرنة تقريبا وزنها بيكون 30 جرام، تمام؟ 30 جرام. العيون اللي عليها او السيقان اللي عليها تطلع لي 2 ساق. طيب انا لو بزرع، عايز 15 او 16، عايز 15 ساق في المتر، ماشي؟ لو بزرع على مصنع عايز 15 ساق في المتر، تمام؟ هيكفيني كم درنة من دول؟ هيكفيني 7 درنات ونص، مش عايز 5. طيب لو انا عندي، درنة كبيرة ماشي، عندي ال 35 لل 45 دي فيها 3، الدرنة فيها 3 سيقان، يبقى انا احتاج من دي كام؟ وزنها كبير، وزنها كبير شوي. طب احتاج من دي كام؟ احتاج من ديت تقريبا هيبقى التلاتة في تلاتة بتسعة، طيب أربعة في تلاتة باتناشر، خمسة في تلاتة، هنحتاج 5 من دي. لو حسبت الأوزان بتاعت ديت مقارنة بديت، هنلاقي الزراعة بديت أفضل، والزراعة بالخمسة وتلاتين للخمسة وأربعين أفضل من الخمسة وأربعين لخمسة وخمسين، والزراعة بالخمسة وأربعين لخمسة وخمسين أحسن من الزراعة اللي هي أكبر من الخمسة وخمسين، تمام؟ تمام. طيب امتى بنزرع ال 55 في الوارد؟ الوارد التقوي الوارد اللي من اوروبا دي لازم نزرع ال 55 ونزرع ال 45 ومولد. ليه؟ انا هوديها فين؟ انا شاريها بالدولار، هوديها فين؟ لازم اقصها كده، لازم اقص، ما انا هوديها فين دي، تمام؟ لازم اقص، اقطعها كده ماشي، مع اني انا ضد التقطيع. المهم بعد كده يا جماعة هنبدأ التقاوي بتاعتنا بقى، اللي قلنا التقاوي خدناه في مايو ماشي،
على فكرة بس قبل ما اتكلم في التقاوي بتاعتنا بتمر في العمر الفسيولوجي بأربع مراحل. العمر الفسيولوجي بمر بأربع مراحل، نمرة واحد مرحلة السكون، نمرة اتنين مرحلة السيادة القمية، نمرة تلاتة بتكون مرحلة انبات العيون اللي هو التحضير يعني، نمرة أربعة الشيخوخة. السكون ده اللي هو أنا الثمرة الدرنة البطيوبر عندي أهي ماشي، في فترة بعد ما بنحصد بتقعد فترة البطاطس ما لا يمكن تنبت فيه، تمام؟ الفترة دي بيسموها فترة سكون. السكون ده يا جماعة، السكون ده ليه كذا كذا حاجة يعني، الفترة دي قد تطول فترة السكون دي وقد تكون قصيرة. الطول بتاعها والقصر بتاعها قد يكون بسبب ايه؟ قد يرجع للصنف نفسه، في اصناف ليها فترة سكون قصيرة وفي اصناف السكون بتاعها بيكون طويل، تمام؟ قد يرجع السكون ده هو لمرحلة الحصاد نفسه. ما انت ما تظلمش الصنف، ما انت ممكن تكون اخرت مثلا، يعني عندك لوسبونتا 120 يوم، انت بقى قمت مأخر، ليدي بولفور كان 100 المهم قمت مأخر في الحصاد ل 140 يوم، رعيت الفراشه وانت واد فت وتمام التمام مهندس محترم، قمت موصلها ل 140 يوم، تمام؟ طيب فترة السكون هنا تكون قليلة لأن هي قضت منها فترة وهي ما تزال في العرش، والعرش قد يكون في المرحلة ال 140 دي اتحرق خالص، يعني أنت محافظ بس من بره إنك ما تسمحش للفراشة إن هي تنزل وتضر الدرنة وخلاص، بتدي شوية مية كده وخلاص، تمام؟ ولكن هي العرش انتهى. وعلى فكرة إحنا وإحنا بنحصد بطاطس، على فكرة ساعات بتلاقي بعض البطاطس لما بتزيد درجة الحرارة وأنت مقعدها كده بتلاقيها مطلعة محضرة، ده وارد بتلاقي بعض الدرانات كده. ففترة السكون دي بتعتمد على درجة الحرارة قد ايه وعلى الصنف قد ايه وعلى الفترة بتاعة الحصاد بتاعتك قد ايه، تمام؟ وطول الفترة الضوئية برضو بتأثر لنا في قصة القصة دي. بعد كده في قصة السكون، بعد كده السيادة القمية. السيادة القمية عندي يعني ايه سيادة قمية يا جماعة؟ بالفلاحي وبعيد عن الكتب وبعيد عن اللت والعجن كتير. دي درنة البطاطس، تمام؟ دي درنة البطاطس اهي. درنة البطاطس من هنا دي بتبقى في النبات نفسه، تمام؟ طيب الحتة دي بقى دي القمة بتاعت الايه؟ بتاعت الدرنة. بتبص تلاقي في برعم كده متسيد، ده الزعيم بتاع العصابة، زعيم الايه؟ القبيلة، تمام؟ البرعم ده متسيد وعايز يشتغل بقى، هو قضى فترة السكون، خلص فترة السكون عايز ايه؟ يبدأ يشتغل. طب الشغل بتاع السيادة القمية ده عايز يشتغل ايه اللي بأثر فيه الشغل بتاعه؟ او ليه هو متسيد؟ في آراء كتير قالت كده، قالت ان البرعم الطرفي ده هو البراعم الطرفية دي الحتة دي بالذات بتنتج مادة منع للنمو، بتنتج هي مادة منع النمو، المادة دي بتمتد للبراعم التانية اللي هي نامية على الدرن، ماشي؟ بتمتد لهم المادة المنع للنمو ديت وهي ما بتتأثرش بيه، وهي ما بتتأثرش بيه. عشان كده هي بتنمو وبتثبط دول، ده رأي بيتقال. رأي تاني بيقول لك في مواد غذائية من الدرنة بتنتقل باتجاه القمة الطرفية دهيت، ولذلك بتشجع النمو بتاع البرعم الطرفي ده هو، تمام؟ في رأي تاني قال لك بتمتاز البراعم الموجودة في قمة الدرن دهيت، بتمتاز البراعم ديت في قمة الدرن مورفولوجيا عن بقية البراعم الأخرى، فبتكون أكبر في الحجم عن بقية البراعم، فده سبب ان هي متسيده وان هي بتنمو بسرعه، تمام؟ ولكن الشاهد يا جماعه ان القصه دي ما تهمنيش قوي،
قد ما انا ابقى عارف البرعم دهوت عشان اوقفه بحطه تحت درجة 4 درجة مئوي في التلاجة، تمام؟ بحطه تحت درجة 4 مئوي. 4 درجة مئوي يعني الجو بارد، استنى لحد اخواتك دول ما يطلعوا معاك، تمام؟ دي مرحلة بيسموها مرحلة السيد القمي. طب خلصنا بقى وعايزين نزرع في اكتوبر، بنطلع من التلاجة قبل القصة ديت ب 15 او 20 يوم، بنطلع التقاوي بتاعتنا، بنطلعها قبل 15 ل 20 يوم عشان تحضر، تمام؟ شوفوا يا جماعة التحضير، هات التقوي بتاعتك وحطها تحت مكان غير معرض للشمس المباشرة. الكلام ده هو يعني للي عنده فدانين، عنده فدانين ثلاثة. بالنسبة للشركات هو بيطلع أساسا من التلاجة، لو هو ما فرزش بيبدأ ياخدها على السيور تاني، بيسيبها بره، بيطلع بيفصل التلاجة وبيسيبها. اللي مجرد ما بترتفع درجة الحرارة كده كده بتبدأ تنبت، بياخدها على محطة فرز تاني بيبدأ يفرزها، حاجة مصابة بفطر، حاجة مصابة بإروينيا، حاجة مصابة بأي مشكل، فبيبدأوا يشيلوها، في خدوش، في جروح، في بتاع. المفروض العملية دي على فكرة بتتم مرتين، قبل ما تدخل الثلاجة وبعد ما تدخل الثلاجة، تمام؟ ليه؟ في حاجات أساسا ما بتظهرش إلا بعد ما، يعني بتاخد فترة، ما بتظهرش إلا بعد، يعني في ناس هتفرز في الأول وهتفرز في الآخر، تفرز في الأول وتفرز في الآخر طالما أنت عايز تطلع تقوي كويس. تفرز في الأول وتفرز في الآخر كمان، يعني قبل ما تدخل الثلاجة تفرز وبعد ما تطلع من الثلاجة بتفرز. المهم الشاهد إنه بحطها في جامبوهات، عاملين طبعا في الشركات، حط في جنبه ويبدأ تحضر وهي في الجنبه، بس طبعا بيبقى يعني عين الإنسان عليها شوية، وبتبدأ تتفرز برضه. أنا في مرحلة الفرز بصراحة المفروض قبل التلاجة وبعد التلاجة، وحتى والعمال واقفين على قاعدين على السيور بتاعت البلانتر، أي حاجة برضه بيبقى معاه كيس كده أو شكارة معاه، اي حاجة تلفة بحطها فيه وبطلعها بره في الارض وبعديمها مباشرة عشان ما تعمل لناش مشاكل للباقي. دي بالنسبة لموضوع التقاوي يا جماعة، من حيث الحجم بتاعها والمواصفات اللي تكون موجودة في التقاوي، المفروض بتكون خالية من الامراض الفطرية والبكتيرية وخالية من الامراض الفيروسية. اللي يطلع دي يبقى بقى يعني ما شاء الله عليه. الفيروسية يا سيدي هيسمحهم ويقولوا 3%، مفيش مشكلة، اسمح ب 3% بس ما تزيدش عن 3% نسبة الفيروس في البطاطس. المشكل دلوقتي ان حتى المستورد بقى بيصبح فيه فيروس، وبالتالي اصبحت بتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، ومع قلة المكافحة بالصقيبة المصة، فبتعمل لك مشكلة جامدة في نقل الفيروسات، تمام؟ دي كانت قصتنا مع التقاوي ومية الري. التقاوي بتاعتنا المفروض في عندنا كم مادة بنطهر بيها، سواء بالنسبة للراجل اللي عنده فدان ولا فدانين دول وحاطط شوية، ممكن يجيب عندنا منقط، منقط، وعندنا توبسين، أسماء تجارية طبعا، صيفات المصايل، المنقط، عندي الريزولكس طبعا، عندي مكسين، عندنا التوب يونيفورم، وهكذا. في حاجات كتيرة بنقدر نطهر بيها او نضيف اتنين منهم على بعض، مفيش اي مشكلة خالص. كل للناس فيما يعشقون مذاهب، كل واحد بيبدأ بيشوف حل من الحلول دهيت، او هو جرب كذا حاجة كده فماشية معاه، فبالتالي بتبقى الامور ديت كويس. كنت بعمل حاجة يا جماعة بصراحة، ما يعني، والبلانتر شغال، والبلانتر شغال عندي هنا المكان ده، هو في البلانتر بيبقى وضع البذور، الدرانات بتبقى هنا. المعاملة ما كنتش بحب، ما احس كده ان هي حلوة، تمام؟ فكنت باجي جايب موتور رش، موتور رش 2000، واقوم حاطه، ومعايا اتنين عمال واقفين بالرش، كل واحد واخد خرطوم وفتحه شمسية، تمام؟ والراجل وهو بينزل لي الجامبو من فوق كده، تمام؟ وهو بينزل لي الجامبو من فوق كده باللودر ولا بالونش كده، هو فاتح،
تمام، بخليه يعلي، بخليه يعلي شوية وتبقى البطاطس، وهم الرجالة الاتنين شغالين بالبشابير بيغسلوه. غير طبعا كنت بعمل مصيبة مع السواق بتاع البلانتر، ماشي، لا السيور هتعمل وهتزحلق ومش هتزحلق، هو بيتلكك طبعا ما بتعملش حاجة طبعا، وعشان اضمن من هنا تعقيم هنا وتعقيم كمان للتربة برضو، الجهاز بتاع او الجهاز المعاملة اللي في البلانتر اللي شغال والجامبو كنفسه شغال. طبعا الكلام ده هو يمكن ما يفيدش الفلاح اللي هو اللي على قده دوت، ولكن اعتقد المهندسين الصغيرين او الجماعة اللي بيزرعوا بطاطس الكلام ده هو قد يفيدهم، وافادة كويسة كمان. بنتمنى ان احنا نكون استفدنا من الكلمتين دول، رغم ان طولت على حضراتكم شوية، ولكن يعني الكلام بياخدنا، واعتقد ان انا ما لميتش الموضوع كويس كمان.